السلام عليكم. قلنا في المحاضرة الماضية إن هناك اختلاسات بتتم، لكن في وجود نظام رقابة داخلية قوي بيبقى من الصعب ارتكاب هذه الاختلاسات، ولو تم ارتكابها فيمكن بسهولة اكتشافها. وعشان كده احنا هنتناول في هذه الوحدة نظام الرقابة الداخلية. تعريف نظام الرقابة الداخلية هي خطة تنظيمية تتبناها المنشأة لحماية أصولها وفحص دقة البيانات المحاسبية ودرجة الاعتماد عليها والارتقاء بالكفاءة الإنتاجية وتشجيع الالتزام بما تقضي به السياسات الإدارية المرسومة. أهداف الرقابة الداخلية: حماية أصول المنشأة، دي مهمة جدا، دقة البيانات المحاسبية ودرجة الاعتماد عليها، الارتقاء بالكفاءة الإنتاجية للعاملين، الالتزام بما تقضي به السياسات الإدارية المرسومة. كل دي أهداف عظيمة تؤدي إلى تعظيم ربحية المنشأة. وأهم حاجة إحنا عايزين نعرف إيه هي مقومات النظام الفعال للرقابة الداخلية. 1- خطة تنظيمية تحقق الفصل الواضح لواجبات ومسؤوليات الإدارات والأقسام المختلفة. 2- إجراءات الاعتماد والتسجيل وحماية الأصول. 3- الإشراف الإداري على تنفيذ الواجبات ومتابعة الأداء بالأقسام المختلفة. 4- مجموعة من العاملين مؤهلين بدرجة كافية لتنفيذ نظم الرقابة الداخلية. وفيما ليس نتناول هذه المقومات. أولاً، خطة تنظيمية تتيح الفصل الواضح بين المسؤوليات الوظيفية. في 4 مسؤوليات وظيفية عايزك تاخد بالك منهم كويس أوي. أولاً، مسؤولية التصريح بالعملية. 2، مسؤولية تنفيذ العملية. 3، مسؤولية الاحتفاظ بالأصول. 4، مسؤولية التسجيل في الدفاتر. ودي مهم جداً إن أنا أفصل بينها، خصوصاً في الوحدات الكبيرة. يعني اللي يقول عايزين نشتري مش هو اللي يشتري، حد تاني، واللي يشتري ما يحتفظش باللي اشتراه، حد تاني، واللي اشترى واللي احتفظ غير اللي بيسجل في الدفاتر. ودي بتبقى مهمة إدارة المحاسبة وإدارة الكتابة. ولا تقتصر عملية الفصل بين المسؤوليات الوظيفية على مستوى الإدارات الرئيسية فقط، بل يتعين أن يمتد خطوط المسؤولية أو المسؤوليات إلى الإدارات والأقسام الفرعية، ويتعين الفصل أيضا داخل هذه الأقسام. يعني حتى داخل قسم الحسابات لازم أنا أعمل سيجريجيشن للديوتيز الـ4 اللي احنا ذكرناهم لحضراتكم. إجراءات الاعتماد وتسجيل العمليات والمحافظة على الأصول: تهدف هذه الإجراءات لتوفير الدقة في البيانات المحاسبية وإمكانية الاعتماد عليها. وبتشمل أولا النظام المحاسبي، وإحنا عارفين كلنا خطوات النظام المحاسبي: تجميع البيانات، تسجيل البيانات، التبويب في دفاتر الأستاذ العام والفرعي، الترخيص في القوائم المالية، عرض النتائج في شكل إيه؟ في شكل. دي خطوات أساسية في أي نظام محاسبي. 1-2 عناصر النظام المحاسبي: أول حاجة الدليل، لازم يكون في دليل محاسبي، مجموعة مستندية اللي بنسجل منها في المجموعة الدفترية اللي هي اليوميات الأستاذ، مجموعة التقارير المالية. 2- قواعد الضبط الداخلي: أنا عندي 3 قواعد أو 3 ترتيبات، إدارية، محاسبية، عامة. أول حاجة الإدارية، زي ما احنا قلنا قبل كده، 1- يجب تحديد اختصاصات الإدارات المختلفة، وتحديد الاختصاصات الخاصة بالأفراد داخل الإدارات بحيث لا يتولى شخص واحد أداء عملية بأكملها من أولها لآخرها. دي مهمة جدا. 2- وضع الإجراءات التفصيلية التي تحدد خطوات كل عملية من عمليات مختلفة، زي الشراء، البيع، التحصيل، الدفع، التخزين. كل دي ليها إجراءات يجب اتباعها عند تنفيذ كل عملية من هذه العمليات. 3- تغيير الواجبات بين الأفراد كلما أمكن ذلك بحيث لا يتعارض مع مصلحة العمل، ومنح أجازة إجبارية سنوية للموظفين الذين بحوزتهم الأصول زي المخزون والنادي، هم أمناء المخازن وأمناء الخزن. به الترتيبات المحاسبية: 1- توثيق العمليات وإثباتها.
يجب وجود مستندات مؤيدة لكل عملية محاسبية. ما ينفعش تسجل في الدفاتر بمجرد واحد يقول لك احنا عملنا كذا، لازم يكون في مستند. الضبط المحاسبي للدفاتر اللي احنا قلنا عليه قبل كده، يجب استخدام حسابات المراقبة الإجمالية مثل حسابات مراقبة الزمن إجمالي المدينين وحساب مراقبة الموردين إجمالي الدائم. ثلاثة، المطابقة بين الأصول والسجلات المرتبطة بها زي ما قلنا لحضراتكم، وذلك بواسطة الجرد الفعلي للأصول المتداولة زي النقدية والمخزون والأصول الثابتة. الترتيبات العامة دي حاجات كلنا عارفينها، زي واحد التأمين على الأصول، يجب التأمين على أصول المنشأة والمخازن والسيارات. اثنين، استخدام وسائل الرقابة الحدية والرقابة المزدوجة. إيه هي الرقابة الحدية؟ يجب وضع حد لكل مستوى إداري في الهيكل التنظيمي في التصريح له بالصرف، يجب ألا يتعدى، يعني كل مستوى رئيس القسم غير مدير إدارة غير المدير العام غير رئيس القطاع، كل واحد ليه مستوى يجب ألا يتعدى. الرقابة المزدوجة كلنا عارفينها، يجب استخدام الرقابة المزدوجة في بعض العمليات مثل أن يكون للخزينة مفتاحا لا يمكن فتحها إلا بوجود الموظفين الذين يملكون المفاتيح. أن يكون هناك توقيعان على الأقل في سند الصرف والشيكات، ما فيش واحد ينفرد بتوقيع شيك. ثلاثة، الإشراف الإداري ومتابعة الأداء، ودول يتناولوا تقارير الأداء والمراجعة الداخلية. أولا تقارير الأداء، ودي هنتناوله بشكل عملي في الجزء الثاني إن شاء الله اللي هو الرقابة الإدارية. الرقابة المالية. تقارير الأداء بيتضمن هذا التقارير موقف الأداء الفعلي خلال الفترة، يعني دي عبارة عن قائمة بما هو مستهدف المخطط والفعلي، ومقارنة الفعل بالمستهدف واستخراج الانحرافات سواء كان في صالح المنشأة أو في غير صالح المنشأة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بناء على تقارير الأداء. وتقارير الأداء ده إما يتعمل أسبوعيا أو شهريا أو كل 3 شهور أو كل 6 شهور أو في نهاية السنة. ثانيا، المراجعة الداخلية. ألف، أهداف المراجعة الداخلية: واحد، التحقق من مدى التزام المستويات الإدارية، لازم، ودي بعملها من خلال اختبارات الالتزام. التحقق من مدى فعالية وكفاءة أداء الإدارات المختلفة، ودي بحاسب بقى وفقا لمراكز المسؤولين. نطاق المراجعة الداخلية: واحد، مراجعة وتقييم فعالية وسائل الرقابة في مجالات التشغيل والتمويل والمحاسبة. التحقق من إمكانية الاعتماد على البيانات المحاسبية، اعتمد عليها ولا هي دقيقة ولا لا. التحقق من حماية الأصول، لأن ده هدف سامي للرقابة الداخلية زي ما شفنا. تقييم الأداء على مستوى مراكز المسؤولية، كل مركز مسؤولية أو مركز إداري أو لازم أقيم أداءه باستمرار. آخر مقوم، مجموعة من العاملين مؤهلين بدرجة كافية. يجب وجود توصيف دقيق للوظائف والواجبات والمسؤوليات الخاصة بكل وظيفة، وكذلك المؤهلات اللازمة لكل وظيفة، وكذلك الخبرات اللازمة في بعض المجالات والتخصصات. بتأهيل وتدريب العاملين في المنشأة. جيم، التأمين ضد خيانة الأمانة على العاملين الذين يوكل إليهم حيازة الأصول مثل النقدية. طبعا لما أجي أقول لك نظم الرقابة الداخلية على النقدية، هتلاقي هتطبق الكلام اللي احنا قلناه على مقومات نظام الرقابة الداخلية في كل حاجة تطلب منك. فمثلا هنا النقدية، أولا فصل بين المسؤوليات الوظيفية، مسؤولية التصريح، تنفيذ، التسجيل، الاحتفاظ، إجراءات الاعتماد والتسجيل وحماية الأصول، في إجراءات عامة، احتفاظ بالنقدية لدى البنك تفاديا لمخاطر السرقة، التأمين على النقدية ضد السرقة والاختلاس، التفتيش والجرد المفاجئ، تغيير الواجبات بين أمناء الخزائن، في تطبيق الرقابة الحدية، كل الكلام ده احنا قلناه. فبنطبق إجراءات للمتحصلات، استلام المتحصلات النقدية عن طريق موظفين مصرح ليهم بذلك من مثل الصيارف، إثبات المتحصلات في يومية المعبودات أولا بأول، إجراء مقارنة بين المبالغ المودعة بالبنك مع إشعارات الاستلام إلى آخره. شكرا.